ماشي بقول الخطايا الكبار احنا نصدقهم. حكي مراستك في رام الله. اليوم معنا مثل الكذب ملح الرجال، وبدنا نشوف مين اللي بيكذب ومين ما بيكذبش، واذا مع الكذب او مش مع الكذب. حكي مراستك، خلونا نشوف. يعطيك العافية حجي، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ شو رايك في مثل بقول الكذب ملح الرجال؟ مزبوط. ليش مزبوط؟ لان الكذب كثر. اها، كثر الكذب. طب صدق صار كذب وكذب صار صدق. طب ويعني شو بفيد الكذب مثلا للرجال؟ هذا خلص، هذا في دمهم في عروقهم الكذب. يعني الكذب حبله قصير، يعني اللي بيكذب روح على النار. ها ديري بالكو. بما انه الملح نحبه مع اللوز، فجبنا لكم لوزات خضر. تسمح لنا بحبه يعني؟ والله زاكي. طيب متجوز حضرتك؟ متجوز. بتكذب على المرأة؟ والله مرات او مرات لا، يعني يا ولدي اذا بتشوف على المقابله هلا هي حسب، يعني مش دائما. يعني ما الكذبه بيضه، يعني بتنجي مرات. ايوه كذبه بيضه. يلا كويس، كذبه بيضه زي ما بيقولوا. حياك الله. كذب ايش؟ كذب ابيض. كيف يعني كذب ابيض؟ يعني بتكذب كذبه بيضه. طب شو بتفيد الكذبه البيضه؟ مشان تسلم من الشر اللي غني له، بتختصر الشر يعني. فهمت عليك يعني. طب يعني هم النسوان بحبوا نحن نكذب عليهم؟ بحبوا، هم كذابين كلهم. مش فاهم. كلهم كذابين ما كلهم كذابين كمان. والله يا حاج انه كل شيء تمام انت. السلام عليكم. واللي بيكذب على مرته شو من قله؟ شاطر شاطر. هذا بنظرهم مش بنظرنا. يلا ضد الكذب ولا مش ضد يا حاج؟ كذب ملح الرجال. الكذب ملح الرجال. ملح الرجال على النساء. عن النساء يعني؟ يعني انه هو طب بيكذب على النسوان. طب كويس هذا. منيح يعني. لازم نكذب. بكذب على مرته، بكذب كل مره، بقول هم مطعل فلاني، لا انت مش مطعل فلاني. بخلط كثير يعني. كذب مفيد ولا مش مفيد؟ لا الشعب عندنا مفيد. للرجال نحكي احنا. مفيد. مفيد. مقابله يا محسنين، مقابله يا محسنين. يمكن صح. يمكن صح. يمكن. ويمكن غلط. ايش؟ يعني انه ملح رجال، انه من ملح. 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 والملح مش كويس. هو العلاقة مالهاش علاقة في الملح. لا الطعام. لا ما بخصش البطون. فاهم بس كمعنى. كمعنى. يمكن. يعني نكذب عليكم؟ لا طبعا. شباب بده يكذب يجي يعني. ايش هو؟ البشوش من الغربة لعمة. يعني طب الكذب مع انت مع الكذب ولا ضد؟ لا ضد الكذب. ضد الكذب. قرب 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 اللي بده يحكي معنا يقرب. في مثل بقول الكذب ملح الرجال. صح. صح؟ صح. كيف؟ مش عارف. في حمامة فوق. في لغة معينة. أت 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 أت. هذا بقول لك الكذب ملح الرجال. صحيح. كيف صحيح؟ صحيح. شو؟ بتكذب؟ كل يوم؟ كل يوم. كل ساعة؟ كل ساعة. كل دقيقة؟ كل دقيقة. ليش؟ هيك. ليش؟ حر. الكذب مش كويس. لا منيح. منيح؟ تبادل منيح. الحق علي اللي سمحتك وصدقتك، الحق علينا اللي مصدق الكذابين. كيف انت والكذب؟ قلب. قلب؟ والله اسمع بحكي لك شغله، اذا بكذبش في اليوم ببكى. يا ولدي. ببكى. ادمان يعني عندك. هوايه. هذه حاله ادمان عندك بكذب. بقول لك شغله، اذا بكذبش برتاحش نفسيا نفسيا. بس كلكم بتكذبش والله كلكم بتكذبش. الكذب بنجي. بنجي؟ كيف بنجي؟ مش دائما بنجي. طب مو الصدق بنجي؟ لا بقدر كذب احسن. يا زلمه والله الكذب بنجي. لا هي في مثل بقول كذب الكذب ملح الرجال، شو رايك فيه؟ الكذب ملح الرجال؟ انا بعتقد انه مش صح يعني. ليش مش صح؟ انا المفروض انا يبقى صادق. لازم تكون صادق. نعم. طب ليش حكون مثل يعني؟ مش كل امثال تبقى مضبوطه يعني، مش كل امثال تبقى بتصيب يعني. لا حل مشكله معينه ممكن، بس مش الكذب ملح الرجال. لا مش صح. الكذب ملح الرجال. يعطيك العافيه.
هلا في مثل بقول الكذب ملح الرجال. والله مش عارفه ارد يعني طبعا الشيء يعني خطا خاطئ خطأ يعني هو عم بقول له نحن نكذب عليكم يعني بخلينا نكذب عليكم معلوم معلوم بتكذب ولا بتكذبش طولوا بالكم بس ما تدقوش ببعض انا معاكم ايوه يعني الاساس الا يكون هناك كذب الزلمه سلاحه لسانه والمراه سلاحها جمالها الغش من غش فليس منا فالزلمه بيكذب عشان ايش مثلا بيحكي للمراه انها جميله تمام بالتالي المراه بتصدق هاي مرات هذا سلاح يا فبالتالي اغلب يعني اسلحه الرجال هم السنتهم الله ينصر دينك ايوه في مثلا بقول الكذب ملك الرجال شو رايك فيه؟ تعال 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 ضلك هربي انت كل مره هربي المهم وصلنا نهايه الحلقه اليوم وانه الكذب ملح الرجال كثير ناس راحت مع الكذب وكثير ناس راحت ضد الكذب يا اخوان الكذب البيضه هي كذب واحنا مش مع الكذب ابعدوا عن الكذب والكذاب بروح على النار المهم حكي مرستك وراح ضل مرستك سلامات علينا اللي بتصدق الكذابين